السلام عليكم. في هذا الدرس رح نتعلم كيف نتعامل مع التيبل فيو في السين بلدر. طبعا التيبل فيو هو عبارة عن مجموعة من الصفوف والأعمدة، وظيفتها عرض البيانات، وهذا طبعا مهمة جدا 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 جدا. طيب نيجي هنا نعمل fxml، حاجة أقوله new fxml وسمي لي التيبل فيو example، حاجة أقوله عمل لي controller next وfinish. طيب هنا عرض ليش ليا هي fxml، حفتح وين على السين بلدر، حاجة أقول له افتح لي اعمل لي open. اوكي تمام. طبعا زي ما انتم شايفين انه في عندي هنا الانكور بين، طبعا هخلي انكور بين عادي جدا. طيب كيف اضيف تيبل فيو؟ حاجة اكتب على السيرش اكتب تيبل فيو، هي عندي التيبل فيو هنا، بضغط عليه وبسحبه، حط لي اياه وين بدك، ما حط له اياه هنا. اكيد التيبل فيو في عندي ايش، لو جيت عملت له هنا فتحته حلاقي في عندي اثنين كوليومينج. تمام طبعا انت لقيت كيف حنعرف كيف نضيفهم وكيف نعدلهم. طيب بس لكن هنا بدي اياك تعرف شغله واحده، لقيت ان في عندي حاجه اسمها الانكور بين كونسترينت. هذه الخاصيه خاصيه طبعا انا شرحتها في اول الدروس، طبعا هذه خاصيه جميله جدا انه بتعملها ريسبونسيف لمين؟ للكومبوننت مع الواجهه. يعني مثلا يعني انت لما تكتب هنا لقيت هنا انا عملت شو ريفيو وجيت كبرتها، شايف كيف انه اكلتها يعني، شايف راح نصها. تمام بس لكن انت لما تفعل اللي هي الانكور بين انت بتصير ايش تتفاعل معها. يعني مثلا قلت زي كده، طول معي دعس على هدول، دعس عليهم كلهم خليتهم ايش متفاعلين، وجيت اقول له اعمل لي بريفيو وجيت صغرت، شايف كيف صغرت معايا. طيب طب انا لو بدي اياها كل الواجهه تتملى، حاجه اقول له بس حط لي صفار، صفار صفر صفر صفر، تمام كلها ايش اتفاعلت معي. طيب لو جيت عملت بريفيو هنا وجيت صغرت وكبرت، شايف كيف؟ ها شايف هاي الحدود تاعتها هاي هنا. طيب نيجي جيت هنا نحكي عن التيبل فيو، التيبل كوليومينج. التيبل كوليومينج طبعا هو بنشيل لك افتراضيا اثنين كوليومينج. طيب الاثنين كوليومينج هذول انت ممكن تعدلهم، ممكن تضيفهم، ممكن تحذفهم. طيب نيجي هنا بس نحذفهم. تمام كيف بضيف؟ بروح بهنا بقول له تيبل كوليومينج، حمسك التيبل كوليومينج واحطه وين؟ على التيبل فيو. حنشي اكثر من واحد، مثلا واحد مثلا، هاي كمان واحد وهي كمان واحد. تمام هذا مثلا بدي اسميه كذا، اسميه بغي اسمه بقول له هنا بخلي ايش اسمه اي دي، هنا بقول له اي دي. طيب بروح هنا على الكود وبدي له ايش اف اكس اي دي عشان بدنا عشان نتعامل معه مع الجافا، حاجة أقول له ID مثلا S. طيب هنا بجي بقول له هنا مثلا بدي إياه يكون F name، هنا بدي إياه يكون L name، هنا بدي إياه يكون، لا هنا ما بدي إياه يكون شيء. طيب هنا نيجي هنا على الروبرتيز ونغير له، هنا نقول له first name، وهنا نقول له اسمه last name، وهنا بدي يكون موبايل، ونيجي نكبر كده ونعمل كده، ويعني ايش نتحكم فيها. طيب لقيت هنا الموبايل، شايفين الموبايل ممكن اي شخص يكون معه اثنين موبايل. طيب في الجافا في اكس بتوفر لك انه يكون في العمود اثنين عمود او ثلاثة عمود او مليون عمود. يعني مثلا شايفين العمود هذا ممكن اضيف كمان فيه كمان اعمده، يعني باجي بقول له هات لي اياه واسحب لي اياه وحط لي اياه وين؟ في ايش؟ في الموبايل، اسحب لي كمان واحد حط لي اياه هنا في الموبايل. تمام؟ بالشكل هذا، ممكن كمان تضيف اربعة وخمسة وستة، ممكن كمان تضيف داخل العمود الفرعي، داخل هذا تضيف كمان عمود، شايفين كيف؟ يعني انت تقدر يعني تعمل تداخل بالاعمده مع بعض. طيب، هنا ايش بسميه؟ بسميه مثلا تليفون. هنا مثلا هنا تليفون 1 التليفون الاول، هنا بدي اسميه تليفون 2 تليفون 2. تمام طيب اجيب تليفون 2 وتليفون 1 هم اللي حتعامل معهم في الجافا، فانا هقول له اغير ايش، اقول له هنا ايش الكود، هنا ايش تليفون 2 وهنا تليفون 1 تليفون 1. جميل جدا، هنا الاي دي اعطيناها وهنا الفيرست نيم لاست نيم والى اخره. طيب
لقيت لو انا جيت عملت بفيو وشو بفيو ويندو وجيت سكرت وكبرت حلاقي انه مش متفاعله، تمام؟ انه هو اصلا متفاعل لانه شايف تكبر وتظهر، شايف؟ بس لكن انه الاعمده بدي اياها يكون يعني التيبل كله يكون متفاعل، يعني ايش مصغر واكبر يتفاعل معي. كيف بدي اعملها؟ بس بقول له بس علمني على التيبل فيو وفي عندك خاصيه اسمها اللي هي كولومن ريسايز بوليسيتي، تمام؟ هذه محطوطه ايش؟ ان 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 كونسترينت ريسايز، يعني ان انت تقدرش تعمل يعني تعمل ريسايز تغير في الحجم تبعها مش حتتفاعل معك. بختار انا كونسترينت ريسايز عشان ايش تتفاعل معي، وجيت اعمل بفيو شو بفيو ويندو حلاقي وجيت صغرت، شايف كيف تفاعلت معي؟ طيب جميل جدا، يعني هذه ايش خاصية واعد جدا، وانت كمان ممكن تكبر هاي وتصغر هاي وتعمل زي ما بدك فيها. طيب لو ما قدرتش انك تصغر تكبر ممكن تتحكم فيها عن طريق ايش؟ عن طريق اللي هي الويدز والهاي تاعتها، يعني مثلا بدي يكون مثلا البي في ويدز مثلا بدي يكون 50، تمام؟ هنا ريسايز، اوكي يعني هنا ريسايز انت ممكن تتحكم فيها مثلا يخلوها 60، هنا مثلا بدي ايش تتحكم فيها بالشكل هذا، بس لكن انه انت ايش خليها ريسايز وهي تاخذ لحالها ايش الشكل الافتراضي تبعها مثلا 66، بس نعملها ريسايز هنا هيك. اوكي طيب ما علينا، المهم يعني انه انت ممكن تعمل زي ما بدك، بس لكن يكون في لها حل. هنا مثلا هنا ماكس ويدس مثلا بدي اياه يكون 100، طبعا لا هنا بدي اياه مثلا يكون 152، اي 152، وطبعا لو قلنا 500 5000، ما علينا مثلا 3000 بالشكل هذا، تمام؟ تلعب في الماكس ويدز. طيب طبعا البيف ويدز هاي لما تكون في حالة ايش ريسايز، هذه هي ايش مثلا نقول 90 فصارت ايش 90، مثلا قلت له 100 فبتصير عندي 100، مثلا 150 بتصير عندي 150، تمام؟ بس لكن خلي ايش مثلا 80، خلي ايش ريسايز وريسايزبل. طيب نعمل هنا سيف، طبعا ما بدنا احنا نضيع يكون الوقت كبير الفيديو. نيجي هنا نربطهم مع مين؟ هنا ادينا تيبل، ندينا اف اكس اي دي، هنا نسميه تيبل. نيجي على الجيت وين؟ على الجافا، وبعد الجافا بدنا نشوف كيف ايش نتحكم فيها. جيت على التيبل فيو، بدي اجي اعرف مين اللي هي التيبل فيو والتيبل كوليومينج داخل مين؟ داخل الجافا. حاجة اقول له اعمل لي ايش؟ اف اكس ام ال، بسميه هنا تيبل فيو، تيبل فيو ده اسميه هنا تيبل نفس ايش اللي سميته في اللي هي ال الاكس ام ال اف اكس ام ال، باجي بقول له اف اكس ام ال، باجي بقول له تيبل كوليومينج، تمام؟ وبسميه هنا مثلا اي دي اس، وباجي بقول له كرر لي اياها 5 مرات. هنا مثلا تيل 1 او تيل 2، هنا ايش حيكون عندي هنا؟ هنا تيل 1 وهنا ايش؟ اف نيم، او هنا لاست نيم وهنا اف نيم، وهذا نشيله هنا. اوكي تمام. طيب اجيت هنا البيانات كيف هعرضها او نوع البيانات اللي حيكون في التيبل ايش نوعه؟ طبعا هو نوعه اصلا حيكون نوع اوبجكت، تمام؟ يعني لازم يكون، يعني انت لازم تكون عامل كلاس، تمام؟ تربطه مين في التيبل. طيب جيت حنعرف كيف حاجة اعمل كلاس اسميه مثلا ستودنت ويكون موجود في اي دي وفيرست نيم ولاست نيم وتليفون 1 وتليفون 2، حاجة اقوله هنا واعمل لي ايش كلاس مثلا سميته ستودنت، تمام؟ الستودنت هذا شو بيحتوي؟ بيحتوي على integer id string fname فاصلة الname فاصلة telephone 1 فاصلة telephone 2. طبعا انت سميه زي ما بدك، مش شرط نفس ال fxml، لا سميه شو ما بدك. طيب بعد كده باجي بقول له اعمل لي constructor insert code constructor وعلم لي على هدول. بعد كده بدك تعمل لي ايش؟ بدك تعمل لي اللي هي ايش؟ الدوال الجيتار،
باجي بقول له للستودنت كلها، هينا خلصنا من الكلاس للستودنت، حاجي هنا على الكل على الكنترولر، بقول له نوع التابل فيو بتاع التابل هذا ستودنت. بس انا كده قد عرفت التابل كله، حسيت على بيانات ستودنت. ايش هي بيانات ستودنت؟ اللي هي الاي دي والنيم والفيرست نيم واللاست نيم والتليفون 1 والتليفون 2. طيب نوع التابل كولومنج، يعني نوع الكولومنج هذا، مش الكولومنج مثلا بنحط فيه مثلا انتجر وسترينج وكذا. طيب غير الاي دي ايش حيكون نوعه؟ حيكون نوع انتجر، بس لكن الانتجر من وين البيانات حيجيبها؟ من الستودنت. طب اقول له هنا فاصله انتجر. طيب الفيرست نيم ايش نوع؟ سترينج، بس من وين؟ من الستودنت، فبقول له هنا سترينج. تمام، طبعا زي انت في عندك فلوت ودبل حتحط نفس البيانات اللي انت حطيتهم، هنا نفس الشغله، وهنا تليفون نفس الشغله، وهنا برضه نفس الشغله. طيب لقيت هنا ايش بدي اسوي؟ بدي اسوي بيأخذ البيانات عن طريق مين؟ الاوبسيرفابل، الاوبسيرفابل ليست. باجي بقول له اوبسيرفابل ليست ايش حيكون نوعه؟ ستودنت، بسميها ليست، ويساوي اف اكس كولكشنز دوت اوبسيرفابل اري ليست. وهذا ايش حخزن فيها؟ طبعا هنا نعملها امبورت، اخزن فيها ايش؟ نوع بيانات ستودنت. يعني هقول له هنا نيو ستودنت، ايش حيكون هنا الستودنت؟ حيكون في عندي انتجر مثلا واحد او مثلا اثنين، هنا مثلا محمد، مثلا هنا شوى، هنا مثلا رقم التليفون 0599922342، مثلا هنا فيش تليفون تاني. تمام، طيب لو اضيف كمان عمود بس بقول له 1 2 3 مثلا، هي اضفت انا قديش؟ 3. بحط هنا بس فاصلة، هنا مثلا بقول له مثلا هنا خلي لي اياها 3، وهنا مخلي لي اياها 2. طيب هنا بس بقول له تامر، وهنا مثلا اسمه أسامة، وهنا بس أقول مثلا رقم الجوال بالشكل هذا، ورقم الجوال الثاني بالشكل هذا، وهذا طبعا خليه عادي يعني خليه زي ما بده. تمام، طيب بعد كده بجي بقول له هنا على الانشاليزيشن ايش بدي اقول لي؟ التيبل اللي انا عرفته دوت اللي هي ايش؟ سيت ايتمز، ايش هياخد؟ هياخد الاوبزرفابل ليست. تمام، طيب قلت لو جينا نعمل الان ونيجي نشوف البيانات حتعترض ولا لا؟ طبعا مش هيعرضها، وحنعرف ليش مش هيعرضها. تمام، ما عرض ليش البيانات، بس لكن هو في بيانات بس لكن انت مش شايفها. طيب انت عشان تظهر عندك لازم تعمل خطوه، الخطوه هاي لازم تعرف كل ايش، كل يوم شو اللي هو البيانات اللي هياخدها من الستودنت. حاجه اقول له هنا IDS دوت، ده اقول له set هي ايش؟ cell value factory. تمام، طيب هنا ايش هتقول له؟ هتقول له new property، هنا property value victory. تمام، ايش هتكون هنا اللي هو نوع البيانات؟ هنا هقول له student فاصلة integer. طيب بس لكن هنا integer بس لكن هنا شو اللي هي الاسم المتغير اللي هياخد منه البيانات؟ حاجة اقول له هنا اسمه id. تمام، طيب بس هنا في عندي غلط طبعا، student. تمام، طيب بجي بعرف لمين؟ للباقي اللي هم مين؟ ال f name وال l name والتليفون 1 والتليفون 2. بس هنا ايش هقول له هنا؟ تليفون 2، هنا ايش حيكون؟ تليفون 1، هنا حيكون f name، هنا l name. طيب هنا ايش نوعها؟ هنا حيكون هنا string، وهنا حيكون string، وهنا حيكون string، وهنا برضه حيكون string. تمام، طيب هذا السطر بقول له يعني انه كل عمود بقول له عدل لي اللي هي الفاليو تبعته كل خلية في العمود اللي هو الIDS. البروبرتي يعني الخاصية تبعته حتكون من student، نوعها integer، اسمه ID. لو جينا هنا هاي student اسمه ID. طيب نيجي نعمل هنا run ونشوف البيانات ظهرت ولا لا.
اوه جميل، شايفين هاي ظهرت عندي ايش البيانات. طيب شايفين كيف، يعني اشي رائع جدا. يعني لقيت احنا تعلمنا كيف نعمل تيبل. طيب كده يعني انا ممكن هيك انهي الدرس ونبدأ مثلا في الدرس الجديد في موضوع جديد. ان شاء الله يكون درس بسيط. شوفوا الدرس القادم والسلام عليكم.